نشرة الأخبار من القناة الوطنية الأولى ونستهلها بالعناوين. تجدد الاحتجاجات الليلية في حي النور بمدينة القصرين بعد هدوء حذر ساد المدينة، ووزير الداخلية يعلن ضرورة ألا تتحول الاحتجاجات إلى فوضى. في زيارة وزير الخارجية الياباني إلى تونس، أعلان انعقاد اللجنة المشتركة التونسية اليابانية في فيفري القادم في طوكيو، ومساعدة تونس على تجاوز الإشكاليات الطاقية. واقع المساحات التجارية الكبرى في علاقة بحماية المستهلك وضمان التزويد والتحكم في الأسعار محور ورشة تفكير للمعهد الوطني للاستهلاك، ومقاطعتها ليست الحل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الموعد الإخباري. تجددت مساء الأربعاء الاحتجاجات الليلية في حي النور بمدينة القصرين بعد هدوء حذر ساد المدينة، حيث عمد عدد من الشباب إلى غلق الشارع الرئيسي لمفترق الحي بالحجارة، وقاموا بإحراق الإطارات المطاطية وفق تصريحات متطابقة لشهود عيان بالجهة. ويشهد مفترق شارع الحسين زروق بحي النور وحي الزهور تمركزا مكثفا لدوريات أمنية وعسكرية، ووسط مدينة القصرين أمام عدد من المنشآت والمؤسسات العمومية الحيوية لحمايتها من أي محاولة اعتداء أو تخريب. وجدير بالذكر أن الحيين المذكورين شهدا منذ مساء الاثنين المنقضي عمليات كر وفر بين الوحدات الأمنية، وعدد من شباب الجهة المحتجة عمدوا خلالها إلى رشق أعوان الأمن بالحجارة والزجاجات الحارقة، ما اضطرهم إلى استعمال الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، وذلك على خلفية حادثة وفاة المصور الصحفي عبد الرزاق الزرقي. وللمزيد معنا عبر الهاتف مباشرة من القصرين مراسلتنا نادية الرتيبي. نادية أهلا بك، وهل من تفاصيل إضافية حول صورة الوضع في مدينة القصرين حاليا؟ نعم حنان، تعود الهدوء إلى حي النور بعد ما حالة الكر والفر اللي شهدتها قرابة الساعة السابعة إلى حدود الساعة الثامنة ونصف أو التاسعة تقريبا، كانت معناها احتجاجات طبيعية قد تكون تم فيها استعمال الحجارة ورشقها في باتجاه أعوان الأمن، لكن لم يتم الاعتداء على أي ملك عام أو خاص. خلال هذه الاعتداءات تم تفريق المحتجين حاليا يعود لهدوء، وتم إلقاء القبض على 6 أفراد أو شباب المشاركين في هذه الاحتجاجات. نعم نادي أرتيبي، كنت معنا مباشرة من القصرين عبر الهاتف، شكرا لك على هذه التفاصيل. هذا وقد تمكنت الوحدات الأمنية في الجهة في وقت سابق من إيقاف 16 شخصا لهم علاقة بالاحتجاجات الليلية التي جدت بحيي النور والزهور خلال اليومين الماضيين، من بينهم 5 أشخاص يشتبهوا في ضلوعهم في عملية تهشيم كاميرات مراقبة تابعة لوزارة الداخلية. عاد الهدوء تدريجيا إلى بعض الأحياء بالقصرين بعد أحداث الشغب التي شهدتها مساء أمس. وزارة الداخلية أكدت أن الوحدات الأمنية تدخلت إثرها لإعادة الأوضاع إلى نصابها في هذه المناطق، وتمثلت أعمال الشغب حسب الوزارة في إشعال العجلات المطاطية وغلق الطرقات والرشق بالحجارة دون تسجيل إصابات، فيما تزال الوحدات الأمنية متمركزة على عين المكان لمراقبة الأوضاع. تحركات الاحتجاجية السلمية النهارية هذه كلها مسموح بها طالما أنها لم تخرج عن الإطار القانوني، لكن ما رعنا إلا البارح ولا قبل الأمس هناك بعض التحركات حتى وإن كانت محدودة تسعى إلى المس من الممتلكات العامة والخاصة. من حيث المبدأ نحن ضد التخريب، لكن نتفهمون فما مبررات وفما جو عام دفع الناس انها تقوم بالممارسات هذه. الجو العام في القصرين وثمانية سنين من المماطلة والتسويف والتشخيص للوضع ما بين ديسمبر 2010 وجانفي 2011 وما بين ديسمبر 2018 خلينا نشوف ونعاين انه ما تبدل حتى شيء. كما تم خلال الاحتجاجات التي شهدتها بعض احياء القصرين ايقاف عدد من الشبان، خاصة منهم من عمدوا الى تهشيم كاميرات المراقبة. ثم ايقافات بعض الانفار في معناها الانفار اللي قامت معناها برشقها والامن بالحجارة وتهشيم الكاميرات نتاع المراقبة بعد سيستم مدامات صباحية تمكننا من القبض عليهم. امبارح كذلك تم ضبط مع الاحتجاجات بمنطقة فوسانة
سيارة نوع سامبول معدة للكراء بصدد تمكين البعض المحتجين بمعناها أوراق نقدية مع بطاقات شحن للهواتف الجوالة. وكانت القصرين قد شهدت احتجاجات وحالات كر وفر بين المحتجين وقوات الأمن، سيما بحي النور والزهور، على خلفية حادثة وفاة المصور الصحفي عبد الرزاق الزرقي أصيل الجهة ظهر أمس الأول بالمستشفى الجهوي بالقصرين متأثرا بحروقه البليغة. هذا وقد تمكنت الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية أمس بناء على التحريات والأبحاث من ضبط المشتبه به في قضية وفاة المصور الصحفي والاحتفاظ به بالتنسيق مع قاضي التحقيق المتعهد وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الداخلية. وأكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين أشرف اليوسفي أن الأنباء التي يتم تداولها حول اعتراف المشتبه به في حادثة حرق المصور الصحفي عبد الرزاق الزرقي بالقصرين من شأنها أن تمس من سرية الأبحاث. وأوضح اليوسفي أن المصدر الوحيد المخول له تقديم معلومات بشأن هذه القضية هي المحكمة الابتدائية بالقصرين، مبرزا أنه طالما ما زال البحث التحقيقي مفتوحا لا يمكن التصريح بأي معلومة حفاظا على سريته وعلى سير القضية. لدى إشرافه على اجتماع المجلس الأعلى للجيوش، دعا رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي كل المسؤولين في الدولة إلى التشبع بالعقيدة العسكرية وأعلاء المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية والحسابات السياسية الضيقة. وفي مستهل الجلسة توجه رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بالتحية إلى العسكريين المرابطين على الحدود وفي المرتفعات وأعالي البحار وفي الثكنات والمواقع الحيوية للإنتاج على ما يبذلونه من جهود وتضحيات في سبيل الدفاع عن الوطن والذود عن حرمته، مشددا بمزيد التحلي باليقظة ورفع درجة الجاهزية في مواجهة أي تهديدات خارجية كانت أم داخلية. وقد تناول اجتماع المجلس الأعلى للجيوش تقييم الأوضاع الأمنية والعسكرية محليا وإقليميا، كما استعرض مستجدات التعاون العسكري مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة. تطورات جريمة قتل المواطن الإيفواري فاليكو كوليبالي في تونس التي جدد مساء الأحد الماضي تم تناولها خلال مجلس الوزراء الذي انعقد أمس بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد، كما استعرض المجلس بيانا حول تزويد الأسواق بالمنتجات الضرورية وتجاوز النقص الحاصل في بعض المواد الاستهلاكية. تم استعراض تطورات جريمة قتل المواطن الإيفواري فاليكو كوليبالي في تونس خلال اجتماع مجلس الوزراء بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد. وقد أبدى المجلس تضامن الحكومة التونسية الكامل مع أسرة الفقيد وكل الطلبة الأجانب والمقيمين على اختلاف جنسياتهم، والتزام الدولة بكشف ملابسات هذه الجريمة وتقديم الجناة إلى العدالة. كما أبدى المجلس تعاطفه مع أسرة الفقيد المصور الصحفي عبد الرزاق الزرقي، مؤكدا التزام الجهات الأمنية بكشف الملابسات التي أحاطت بالحادثة الأليمة. وتابع مجلس الوزراء الوضع العام بالبلاد مؤكدا على احترام حق التظاهر السلمي طالما تم في إطار القانون. كما تم خلال اجتماع مجلس الوزراء استعراض بيان حول تزويد الأسواق بالمنتجات الضرورية وتجاوز النقص الحاصل في بعض المواد الاستهلاكية مع مراعاة المقدرة الشرائية للمواطنين ومواصلة التحكم في الأسعار وتجديد المراقبة على مسالك التوزيع. هذا وصدق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع تهيئة المسالك الريفية بالجمهورية التونسية، إلى جانب المصادقة على 6 مشاريع أوامر حكومية. يؤدي وزير الخارجية الياباني تارو كانو زيارة رسمية إلى تونس، وقد التقى الرئيس الباجي قايد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، لقاءات بحثت إمكانية تعزيز علاقات التعاون بين البلدين. كما انتقل إلى محطة توليد الطاقة الكهربائية برادس التي تم تمويلها بقرض ياباني. تعاون ثنائي تونسي ياباني بدأت فصوله ترسم من خلال الزيارة الرسمية التي يؤديها وزير الخارجية الياباني تارو كونو إلى تونس، زيارة تعززت دبلوماسيا بلقاء رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، والذي شدد على مزيد توثيق علاقات الصداقة والشراكة بين البلدين والارتقاء بها عبر تكثيف نسق الزيارات والمشاورات السياسية.
رئيس الجمهورية أكد حرص تونس على الاستفادة من فرص الاستثمار والشراكة مع اليابان، والذي يسخر بخبرات كبيرة خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والمحتوى التكنولوجي المتطور. من جهته عبر وزير الخارجية الياباني عن تقدير بلاده لما حققته التجربة الديمقراطية التونسية من نجاحات. هذه هي الزيارة الرسمية الثانية منذ 8 سنوات التي يؤديها وفد وزاري من اليابان إلى تونس. نقدر الجهود التي تبذلها تونس من أجل تحقيق الديمقراطية، ونحن موجودون هنا لدعمها في مسارها الديمقراطي. نريد من هذه الزيارة مزيد توثيق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. تطوير العلاقات التونسية اليابانية خاصة الاقتصادية منها كانت أيضا محور تباحث مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، حيث تطرق إلى سبل تعزيزها، خاصة وأن تونس مضت قدما في توفير مناخ استثماري بقوانين محفزة تدعم فرص الشراكة وتشجع على الاستثمار. وتناول الاجتماع مشاركة تونس على أعلى مستوى في ندوة طوكيو الدولية حول التنمية بإفريقيا تيكاد، والتي ستنعقد بمدينة يوكوهاما في أوت 2019، وذلك للاستفادة من الاستثمارات والمشاريع المقترحة لفائدة التنمية في الدول الإفريقية. كما تحول وزير الخارجية الياباني رفقة وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة لزيارة أشغال إنجاز المحطة جيم لتوليد الكهرباء برادس. هذه التوسعة التي تأتي ضمن اتفاقية تم توقيعها بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة اليابانية ميتسوبيشي تاشي باور سيستم، والتي بمقتضاها سيتم تدعيم الإنتاج الطاقي بقدرة تناهز 450 ميجاوات، ومن المقرر أن تدخل طور الاستغلال بداية من العام المقبل. وإثر لقائه وزير الشؤون الخارجية خميس الجناوي، اتفق الجانبان على أحداث اللجنة المشتركة التونسية اليابانية التي ستعقد أولى اجتماعاتها في شهر فيفري القادم في طوكيو. بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات وخاصة في مجال البنية التحتية مثل محور اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الخارجية خميس الجهناوي مع نظيره الياباني تارو كونو على إثر الزيارة الرسمية التي يؤديها إلى تونس، والتي تعد الأولى على المستوى الثنائي لوزير خارجية ياباني منذ 2003. نحن بصدد أيضا النقاش حول مذكرة تفاهم لدعم وتعزيز الاستثمار فيما يسمى البنية التحتية النوعية، واليابان شريك لنا. تونس بلد صديق لليابان منذ عدة سنوات، والعلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد تطورا وتنوعا، كما أن انتصاب المؤسسات اليابانية في تونس يشهد نسقا تصاعديا لما تزخر به من إمكانيات وخبرات ولما تتميز به من موقع جغرافي. كما اتفق الجانبان على دعوة اللجنة المشتركة التونسية اليابانية للانعقاد في شهر فيفري القادم بطوكيو. آمل أن تكون الاجتماعات المقبلة للجنة المشتركة بين بلدينا فرصة للرفع من مستوى العلاقات التقليدية بين البلدين والتقدم بالمحادثات السياسية المتعددة. وسنعقد الدورة الثالثة للحوار الأمني بين تونس واليابان خلال الأسابيع القادمة، يعني الأسابيع الأولى من 2019، للنظر في كيفية تعزيز هذا التعاون المهم. وتم خلال اللقاء النظر في إمكانيات توسيع الإطار القانوني الذي يجمع بين البلدين وتحسينه من خلال عدد من الاتفاقيات في مجالات متنوعة، منها التعاون الفني بين تونس وطوكيو والاستثمار والجباية. اتفاقية تخص بدأنا فيها وسنواصل الحوار فيها خلال شهر مارس القادم حول النهوض بالاستثمارات وحمايتها بين البلدين، انعدام اتفاقية حول عدم ازدواجية الجباية الضرائب من بين البلدين. القضايا الإقليمية والأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن كانت أيضا على جدول أعمال هذا اللقاء الذي اتفق خلاله الجانبان على مزيد التشاور، خصوصا وأن تونس تستعد لاحتضان القمة العربية في مارس القادم، وتتهيئ للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي بداية من شهر جوان 2019.
تسلم رئيس الجمهورية البيجي قائد السبسي التقرير السنوي لنشاط الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لسنة 2017، وأعلن شوقي طبيبة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن لقاءه برئيس الجمهورية استعرض فحوى التقرير السنوي الثاني بعنوان 2017 المتضمن لنشاطها وللتوصيات الموجهة لمختلف السلطة والأطراف المعنية بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. كما ذكر بأن سنة 2017 هي السنة الأولى في تنفيذ خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وبتفعيل القوانين الجديدة ذات الصلة. تطور المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة في تونس وتأثيرها على الاستهلاك والإنفاق مثل محور ورشة تفكير نظمها المعهد الوطني للاستهلاك والمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. وتناول المهنيون بالدرس واقع المساحات التجارية الكبرى في علاقة بحماية المستهلك وضمان التزويد والتحكم في الأسعار. دعوات فولكلورية، هكذا وصف المعهد الوطني للاستهلاك الأصوات المنادية بمقاطعة المساحات التجارية الكبرى على خلفية تأجيل الرفع في نسبة الأداءات المفروضة على رقم معاملاتها إلى سنة 2020. موقف تشاطره فيه منظمة الدفاع عن المستهلك التي رأت أن الحل يكمن في الدفاع عن حقوق المستهلك. تعال خدم في 13500 خدام، إذا باش نقطع له معناتها باش نصبحهم قدوة بطالة، هذا مش دوري أنا. دوري أنا اليوم باش نرشد المستهلك باش نطالب له بحقوقه مع من المساحات الكبرى والتجاوزات اللي عنده، ونطالب اليوم معناتها كان نجم تكون عندي اتفاقية مع المساحات الكبرى باش نجم نسهل للمستهلك التونسي، أما ما نطالبش المقاطعة. دعوات المقاطعة راهي للأسف دعوات فولكلورية، هامش الربح نتاع المساحات التجارية الكبرى هذه ماهوش كبير ياسر بالصفة اللي يتصورها عديد الناس، وبطبيعة الحال حتى معناتها العائد من الضريبة اللي كانت مبرمجة في قانون المالية في حدود 3 مليون دينار ما نتصورش كونه معناتها باش يكون عندها دور كبير ياسر في تحسين مداخيل ميزانية الدولة. غرفة الوطن للمساحات التجارية الكبرى كان لها رأي مشابه أعلنته في ندوة حول المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة في تونس. توظيف الأداءات على المساحات التجارية الكبرى وعلى التوزيع بصفة عامة مش يرجع على المستهلك في الأخر وعلى أسعار وعلى المستهلك. ثاني حاجة، وقت نزيدوا في التوظيف نقصوا من الاستثمار ونقصوا من خلق مواطن شغل. وخلال هذه الندوة كشفت معطيات وأرقام قدمها المعهد الوطني للاستهلاك أن 60% من متسكني إقليم تونس الكبرى يتسوقون من المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة البالغ عددها 430 نقطة بيع، تنامى حجمها في تجارة التوزيع من 15% إلى 25%، تطور لا ينفي تسجيل مخالفات. منها عدم التشهير الأسعار اللي هذه يلاحظوه عديد التوانسة معناتها في الليريا، يخلط للكاسة يلقى سعر آخر. ديما احنا علاقتنا قريبة ياسر والمعاملات متاعنا مع المينيستر دو كوميرس قريبة ياسر، وكل ما فما دي برودوي اللي هما فيهم مشاكل معناها في التوزيع نحاولوا نوجدوهم، ولكن نوجدوهم بالكميات اللي ناخذوهم من عند المزودين. لقاء بين المهنيين والمتدخلين في القطاع مثل فرصة لتدارس بعض المقترحات لتعزيز دور هذه الفضاءات بما يستجيب لتطلعات المستهلك. وفي أخبار العالم، دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس عن قراره سحب القوات الأمريكية من سوريا خلال زيارة لم يعلن عنها للعراق. واتخذ ترامب القرار بشأن سوريا فجأة متجاهلا نصيحة كبار مساعديه والقادة العسكريين وبينهم وزير الدفاع جيم ماتيس الذي استقال في اليوم التالي. وقال للصحفيين في قاعدة الأسد الجوية غرب بغداد خلال زيارته للجنود الأمريكيين، قال إن الكثير من الأشخاص سيقتنعون بطريقة تفكيري وحان الوقت لكي نبدأ في استخدام عقولنا وفق تعبيره. كما أعلن ترامب أنه ليس لديه أي خطط للانسحاب من العراق. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس أن بلاده قد تنشر أول مجموعة من الصواريخ ذات القدرات النووية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت بخمس مرات أو أكثر في العام المقبل، موضحا أن الخطوة تعني أن بلاده أصبح لديها الآن نوعا جديدا من الأسلحة الاستراتيجية. وأضاف بوتين أنه اعتبارا من العام المقبل ستحصل القوات المسلحة الروسية على النظام الاستراتيجي الجديد العابر للقارات،
وقالت روسيا إن النظام الصاروخي الجديد الذي تم اختباره بنجاح قادر على المناورة بدرجة كبيرة، ما يمكنه بسهولة تجنب أنظمة الدفاع الصاروخية. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، ونذكركم بالعناوين. تجدد الاحتجاجات الليلية في حي النور بمدينة القصرين بعد هدوء حذر ساد المدينة، ووزير الداخلية يعلن ضرورة أن لا تتحول الاحتجاجات إلى فوضى. في زيارة وزير الخارجية الياباني إلى تونس، أعلن انعقاد اللجنة المشتركة التونسية اليابانية في فيذري القادم في طوكيو، ومساعدة تونس على تجاوز الإشكاليات الطاقية. واقع المساحات التجارية الكبرى في علاقة بحماية المستهلك وضمان التزويد والتحكم في الأسعار محور ورشة تفكير للمعهد الوطني للاستهلاك، ومقاطعتها ليست الحل. ونشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء.